مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من عرب وود وجديد الاخبار العربيه والعالميه. ازيك يا احمد؟ ازيك يا خليل واهلا بحضراتكم ويلا بينا نبدا حلقتنا. قصه حب تجمع هنا الزاهب باحمد حاتم. ياسمين عبد العزيز خارج حسابات توقعات النقاد. ياسمين افلامها اصبحت معلبه داخل اطار واحد. فيكتوريا بيكام تخرج عن صمتها وتضع حدا للشائعات. ليلة مصرية مكتملة الأركان بتوقيع حمائي وبوسي في موازين. سيلينا جوميز تتغلب على براءتها. نيلي مقدسي ترسل رسالة لنساء العالم. عودة مايكل جاكسون في 2020. أنا زايد وأحمد حاتم في قصة حب. ده مش خبر ارتباط فني من اللي بقينا نسمعهم كتير الفترة الأخيرة. خليني أقولك خليل، ده عنوان فيلم جديد هيجمع بين الثنائي من توقيع المخرج عثمان أبو لبن. كمان هو مش الفيلم الوحيد اللي هنشوفه لهنا، لا كمان بتنتظر عرض فيلمين جداد ليها بجانب قصة حب. هنا بتنتظر طرح فيلم بيكيا مع محمد رجب وهو فيلم كوميدي، وفيلم بني آدم مع يوسف الشريف وهو فيلم بيحمل إثارة وأكشن. إحنا عنايش أخوات، كل ليك عندي الأكل والشرب وبس. وده على عكس فيلم قصة حب مع أحمد حاتم اللي بيحمل طابع رومانسي وهيشاركهم بطولته وعدد من الوجوه الشابة. لما تبقى راجل وعدني بالجواز يعني وانت أصلا في نيتك متتجوزش. وبيشهد الفيلم تعاون جديد لهنا مع المخرج عثمان أبو لبن اللي سبق وتعاونه في مسلسل مولانا العاشق لمصطفى شعبان. وجه اختيار هنا لبطولة الفيلم بعد تألقها في رمضان الماضي في مسلسل سك على اخواتك مع علي ربيع، ومع مصطفى شعبان في مسلسل أيوب اللي شاهد أداء لشخصية البنت الشعبية لأول مرة بعيدا عن أدوار الفتاة الثرية اللي قدمتها بسبب ملامحها الغربية. انت اللي تخليت عني أيوب، انت اللي رحت واتجوزت وعادي مش أنا. ده غير نجاحها الأخير في السينما من خلال فيلم عودة الخواجة مع حسن الرداد. في انتظار ثلاث أعمال سينمائية جديدة لهنا الزاهد هتساهم في نجومية أكبر ليها الفترة اللي جاية. بعد شهرتها من خلال أدوارها في أفلام ديزني ونجاحها كمغنية شابة، سيلينا جوميز تتغلب على براءتها وبتشارك في فيلم رعب جديد. إيه التفاصيل؟ خلونا نعرفها في التقرير اللي جاي. بتشارك سيلينا جوميز ببطولة فيلم رعب قصير بعنوان Love Story للمخرجة بيترا كولينز ويلي رح يعرض قريبا عبر IGTV. وطرحت بيترا مقطع ترويجة قصير من أحداث الفيلم بيظهر سيلينا بشكل مرعب بحوض للاستحمام. الصورة يلي ظهرت فيها سيلينا جعلت البعض يشعر بالخوف من مطاردتها لإله بأحلامه. الفيلم بيأتي ضمن محاولات سيلينا للخروج من ثوب شخصيات ديزني يلي اشتهرت فيها ببداية مشوارها الفني. وسبقتها محاولة أخرى بعام 2013 كانت من خلال مشاركة بفيلم الأكشن Get Away. ومن بعدها خاضت تجربة الكوميديا من خلال فيلم Rudderless بعام 2014. Were you sitting at the bar? I'm Kate Lucas. We've already met in Josh's room. كل هالنجاحات لسيلينا بمجال التمثيل ما بتخلينا ننسى أنها واحدة من أفضل المغنيات بجيلها، ومن آخر أعمالها أغنية Back to You يلي غنتها لمسلسل 13 Reasons Why. وأغنية Wolves Do يلي جمعها بمارشميلو. خليكم معانا لان بعد الفاصل حمائي يعود لمهرجان موازين ايقاعات العالم. اخر مره كانت 2012 ففي البومين ما غنيناهمش هنا. الصراع اشتد بين امير كراره ومحمد امام على شباك التذاكر.
راغب علامة ترند باللي بعنا خسر دلعنا. موسم العيد بيبقى من أكبر المواسم السينمائية في مصر وفي المنطقة العربية، يعني ممكن نقول كده موسم ضرب نار، وده فعلا اللي واضح دلوقتي من خلال حرب الإيرادات بين الخمس أفلام المشاركة السنة دي. وده ما يمنعش إن في منافسة تانية بين الكوميديانات اللي نازلين في الموسم ده زي ياسمين عبد العزيز وشيكو هشام ماجد ومحمد إمام، وده اللي اتكلمنا عنه الناقد طارق الشناوي في تحليله اللي جاي. لما سألوني قبل عرض الأفلام ولم أكن قد شاهدت أي فيلم منها أتوقع أيه؟ قلت لهم أتوقع أن حرب كرموز يقش الإيرادات، وده ما حدث. أمير كرارة تم تعميده كنجم شعبي، دي حقيقة. بيتر ميمي مخرج بيعرف الإيقاع كويس أوي. الاسم سرور أيمن أبو الدهر. الحالة الاجتماعية It's complicated. ليلة هنا وسرور لا شك هو الفيلم الثاني في الإيرادات. أنت اسمك إيه؟ هنا الطويل. لا يزال محمد إمام طبعا هو الورقة الرابعة، يعني إذا كنا بنتكلم على كارما يبقى خالد يوسف المخرج، لا، في ليلة هنا وسرور اللعب بورقة محمد إمام. انت مش عارفها من انت وانت بتفطر في رمضان؟ انا شاكه انه بيصوم في رمضان. انت مش وطن، انت عرفتي وعمال يتبرع للكنايس. ليه مسيحه يعني؟ كفر دين امه، زعلوا بحاجه سابوا ليه. اي واحد ما يكونش عنده فكره ويمشي في شوارع المصريه هيعتقد انه لا يوجد فيلم سوى كارما. بيقولوا انهم هيهدوا الحته كلها ويعملوا مشروع كبير قوي. وهيرمونا فين؟ انا لو من الحكومه كنا رميناهم في النيل وخلصنا. فمشكلة كارما ان الدعاية الضخمة اللي احنا نتصور انها بتلعب دور ايجابي لا بتدور سلبي. رقم اتنين ان الفيلم على مستوى اللغة السينمائية بعيد عن الناس. بابيون هياكل من كرشك حتة. قولي ماما تاني. ماما قولي ماما تاني. ماما قولي ماما رابا. ماما قولي ماما تاني. ماما ماما ألبومه شيكو وهشام ماجد عملوا نقلة على مستوى الضحك أكتر بنسبة أكبر من حبلة فريزر. أنت ملاهي، مفرد ملاهي. إيه؟ مالها بقى خايفة من إيه؟ لا يا بابا. مشكلة ياسمين إن تقريبا أفلامها أصبحت معلبة داخل إطار واحد، هي ومجموعة أطفال. اسمع مني نصيحة من غير تهزيق وشتيمة، داخل عادي ما بيننا وتسرق قدام عيننا. قول لي يا عبد المطرب في ضميرك تلاقي سنة. من فترة للتانية بتواجه فيكتوريا بيكهام شائعات انفصالها عن زوجها ديفيد بيكهام، وده يمكن سبب الخصوصية اللي فرضناها على حياتهم الشخصية، لكن مؤخرا هي قررت انها تخرج عن صمتها لوضع حد لكل الشائعات اللي بتحاصرهم. قالت فيكتوريا بيكهام انها بذلت مجهود كتير كبير حتى تصير ام جيدة لابنائها بروكلين، هاربر، روميو وكروز، ولكن الأمر ما كان سهل أيضاً حتى تكون زوجة جيدة لديفيد يلي بتلقبه بحب عمره. وأضافت فيكتوريا أنه عملها بالموضة من خلال ماركتها الشهيرة فيكتوريا بيكهام ما منعها من الاعتناء بزوجها وأبنائها، فهي بتعرف كتير منيح كيف بتدير وقتها. وكشفت فيكتوريا أنه فور دخولها المنزل بتغلق هاتفها لتستمتع بالجو العائلي مع ديفيد وأبنائها من دون انزعاج. وعن انفصالها عن ديفيد ردت فيكتوريا أنه الله رزقها بزوج رائع ما في مثيل له،
بشعرها بالمساواة بكل الجوانب، حتى انه بيقوم بالطبخ وترتيب المنزل بحال انشغالها. وما اكتفت فيكتوريا بهالكلمات، بل نشرت صورة بتجمع بين ديفيد وابنائها عبر انستغرام لتكتم افواه كل المشككين بسعادتهم. ومن المقرر انه يحتفل الثنائي الشهير بعيد زواجهم 19 يوم 7 يوليو المقبل. بعد الفاصل، بوسي تشعل مهرجان موازين لاول مره بالرقص والغنى. مبسوطه ان انا موجوده في مهرجان موازين. مسرح برودواي يعرض قصه حياه مايكل جاكسون عام 2020. تسع سنين مرت على رحيل ملك البوب مايكل جاكسون، ورغم كده لسه أغنية عايشة لحد دلوقتي، وكمان بيسمعها جمهوره في كل أنحاء العالم. لكن تبقى حياته المليانة بكتير من الأحداث المثيرة واللي ربما لحد دلوقتي ما نعرفهاش، ولكن أخيرا هنعرفها من خلال عرض مسرحي عالمي بيتم تحضيره. العرض رح يتم تقديمه على مسرح برودواي من بعد ما اتفق ورثة النجم الراحل مايكل جاكسون على تقديم مسرحية موسيقية تتناول قصة حياته. المسرحية رح يتم عرضها ب 2020، وقد تم اختيار للناتج الحائزة على جائزة بوليتزر برايز مرتين لكتابة المسرحية يلي ما تم اختيار اسما لها لغاية اليوم. ورح يشرف على تنفيذ رقصات العرض مصمم الرقص كريستوفر وولدن، وما نعرف بعد بأي شكل رح تتقدم مسرحية مايكل جاكسون الجديدة، ولكن حرص الورثة بالاتفاق كان على إظهار الجانب الإيجابي لشخصيته من بدايته الفنية بمرحلة الطفولة من خلال ظهوره بفرقة جاكسون 5. نروح للمزيكا، وخلال فترة عيد الفطر طرح عدد من النجوم أعمالهم الجديدة بمثابة معايدة لجمهورهم. من النجوم دي كان راغب علامة ونمال الزغبي وائل كفوري. وائل كفوري أصدر أغنية بعنوان أخدت القرار من ألبومه اللي بيستعد لطرحه قريبا، وهي من كلمات الشاعر منير بو عساف وألحان ملحم بو جديد. خلاص أخدت القرار، يعني هاي وبعد ما أصدرت نوال الزغبي أغنية قالوا من شهور، طرحت الفيديو كليب الخاص بالأغنية في فترة عيد الفطر. أما نيلي مقدسي فطرحت فيديو كليب أغنيتها الجديدة هلا هلا اللي أخرجه بشير لاغوسيس، وظهرت نيلي في الكليب بأكتر من لوك مختلف وكأنها بتعكس الشخصيات نساء العالم، وبتوصل رسالة عبرت عنها في آخر العمل بجملة كوني امرأة أو بي أوام. هلا 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 ميت هلا، ما في أجمل منك لالا. كما طرحت مايا دياب كليبها الجديد بعده بتوقيع المخرج جاد شويري. الأغنية من كلمات أحمد ماضي والحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة. بدأت أشكر زياد برجي لأنه ما بيوقف بولا ثانية أنه يعطيني أحلى أغاني. أحمد ماضي يعني هالقد بقدر أنبسط بالكلمة اللي بيقولها. هادي شرارة بياخد الموسيقى وبيعليها لمستوى غير متوقع دايما. وبعده بيسألني بعده إذا كنت بحبه بعده، وأنا ما بقدر على بعده، أنا والله بحبه كتير. الفنان العراقي الشاب مهند المرسومي أصدر فيديو كليب بعنوان دلوعة من إخراج رنا ظاهر.
دلوعة وام الحب ممنوعة لكن قلب الملعون طلع لعيونها. طلعت يارا كليب اغنيتها الجديدة متون اللي تعاونت فيه مع المخرج جيل الغبري. سوي روحك ما تبيني وانت حيل تموت فيني. اما راغب علامة فقدر كليبه الجديد اللي باعنا للمخرج زياد خوري يحصد اكتر من 2.5 مليون مشاهدة بعد ايام قليلة جدا من طرحه على يوتيوب. اللي باعنا خسر دلعنا رح لحلو يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه بالسلامة والقلب نسيه. خليكم معانا لان بعد الفاصل فوسي لأول مرة على مسرح النهضة بموازين. جمهور جميل، أنا كنت مبسوطة جدا النهاردة بتفاعلوا معايا. حفلة حمائي بالمغرب ترفع شعار كامل العدد. خلينا نرجع تاني للمغرب ونواصل تغطيتنا من مهرجان موازين، وكانت الليلة الرابعة ليلة مصرية خالصة. ولأول مرة بوسي على منصة النهضة بالدورة 17 لمهرجان موازين إقاعات العالم. طبعا سعادة غير طبيعية حسيتها بوسي زي ما قالت لنا، لأن الحفلة مش حفلة عادية، هي ضمن مهرجان بيضم أكبر نجوم العالم. مبسوطة أن أنا موجودة في مهرجان موازين، مهرجان كبير بالحجم ومهرجان عالمي وجمهور جميل، أنا كنت مبسوطة جدا النهاردة بتفاعلوا معايا. بوسي سعادتها كانت لا توصف بمشاركتها بمهرجان موازين، وظهرت على المسرح بفستان أزرق قصير وبدأت الحفل بأغنيتها الأشهر قدمت في مشوارها الغنائي عدد كبير من الأغاني، إلا أن أغنية آه يا دنيا هي الأنجح لدرجة أن الجمهور بيطلق عليها بوسي آه يا دنيا. فهل ده بيزعجها؟ بالعكس ده شرف كبير، لأن آه يا دنيا تبقى بوسي آه يا دنيا، دي مش حاجة بالعكس مش بتزعجني، ببقى نفسي كل أغنية تنجح كل النجاحات دي. بس آه ممكن آه يا دنيا كان ليها يعني حاجة خاصة كده، وإن شاء الله أعمل الحاجات تنجح نفسها نجاح أي دنيا. اندمجت جدا مع الجمهور ورقصت على أكتر من أغنية. بوسي غايبة عن الظهور الإعلامي من فترة، وربطوا البعض برفع أجرها. ملوش علاقة، أنا إذا كنت ما بظهرش في مثلا في برامج كل يوم مثلا بتشوفك، ولا كل كام يوم بتشوفك في برنامج فهتزهق منك، لكن كل ما تقلل نفسك من البرامج أكيد أنت بتوحشهم، فما بتظهر في برنامج فكله بيبقى منتظر اللقاء ده أو الانترفيو اللي بيحصل. تقديمها الألبوم غنائي هو مشروع مؤجل لأكتر من مرة. مش عايز استعجل فيه، عشان عايزة أما أعمل ألبوم يبقى مختلف عن أي حاجة بعملها، يبقى فيه حاجة جديدة. هنزل سينجل في يعني في آخر الشهر ده أو في أول الشهر اللي جاي، ويا رب يعجب الناس. البعض بيصنف شيرين بأنها مطربة مصر الأولى، فهل بوسي بتتفق مع الرأي ده؟ فنانة شيرين نجمة كبيرة ومش سوبر ستار، ده ميجا ستار، ويعني ويا شرف مصري يعني بجد يعني. بس احنا برضو ما شاء الله عندنا نجوم كتير ما شاء الله سوبر ستار يعني. على نفس المسرح احيا النجم محمد حمائي حفلته في موازين ضمن المشاركه الثانيه بالمهرجان، واللي كان فعلا يحب يميز الحفله هي الوجود الجماهيري الكبير اللي كان بيستمتع بكل اغاني حمائي. بس السعاده اللي كان فيها بوسي وحمائي برضو خليك كانت باينه عليهم قبل الحفله. يمكن اه كان باين، وانا شفت صور كتير ليهم موجوده على السوشيال ميديا، وكان باين عليهم قوي مدى سعادتهم بالمشاركه في المهرجان.
الحقيقة أن السعادة ظهرت أكتر على وش حمائي في المؤتمر الصحفي اللي عقده في فيلا الفنون بالرباط، واللي غلب على أسئلته روح ماتشات المونديال. حقيقة بمنتهى الحياد، ومش لأني موجود هنا، المنتخب المغربي كان أحسن منتخب قدم كرة في كأس العالم. وفي اليوم التالي وقبل صعوده على المسرح بلحظات، كان ده كلامه للجمهور اللي هيقابله للمرة التانية في موازين. اللهم وحشتوني جدا، واتمنى يا رب ان شاء الله نعمل حفلة حلوة. كمان وعد بان الحفلة دي هتكون مختلفة. حضر لهم اغاني كتير ما سمعوهاش، يعني احنا اخر مرة كانت 2012، ففي البومين ما غنيناهمش هنا، فان شاء الله هنغني. وصعد حمائي على المسرح وسط ترحيب شديد من الجمهور اللي حمل لفتات عبرت عن حبهم ليه. وكتحية للجمهور المغربي قدم أغنية الراي الشهيرة حكمة الأقدار. وكمان حرص أنه يحيي المشاركين في فريقه من برنامج The Voice الموسم اللي فات من المغرب. كان عندي ثلاث أصوات في فريقي من المغرب، عايز اسمع لهم تحية كبيرة جدا، وأنا بتوقع لهم نجاح كبير. وخاصة بالتحية شيماء اللي كانت موجودة ضمن جمهور الحفل. شيماء عبد العزيز، شيماء موجودة تعالي. حمائي كان بغي بزاف، وشرف لي أنه جيت. تقديرا للمغرب وجمهوره، رفع العلم المغربي والتف بيه. وفي اخر الفقره فاجئته بوسي بصعوده على المسرح، واستغلوا الفرصه وقدموا ديو لاغنيه ام الدنيا. كده بتكون خلصت حلقتنا النهارده. ما تنسوش تتواصلوا معانا على السوشيال ميديا وعلى روتانا.net. شكرا للمتابعه، واستنونا بكره. باي باي.